بدون إقصاء لأحد، تزامنا مع الهجمة الشرسة من دول عظمى وإقليمية. يهدف المؤتمر إن شاء الله إلى إحداث شيء من التشاركية بين طبقات الشعب كافة من خلال الدعوات التي وجهت إلى فئة المجتمع، شرائح المجتمع، توزع جغرافي على المناطق كلها، بهدف إن شاء الله الوصول إلى مجلس تشريعي يمثلها الناس في المناطق المحررة. إن شاء الله يشكل عن طريق لجنة ستشكل في من المؤتمرين، يهدف هذا المجلس إن شاء الله إلى تشكيل حكومة واحدة على كافة من كافة المحرر بقرار واحد، وإن شاء الله تكون حكومة رشيدة للخروج بجسم أو بإدارة جديدة للمناطق المحررة. طبعا هاي الإدارة الجديدة أكيد رح يكون من أولى مهماتها أو مهامها إرساء الأمن والاستقرار، إيجاد فعاليات اقتصادية، القضاء على البطالة اللي أصبح طموح لأغلب أو لكل أو لجميع المواطنين والقاطنين ضمن المناطق المحررة.